أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وبعض المواصفات الخاصة بالعربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2009 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2009. العربية فابريكا بالكامل بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها جميع الكماليات. العربية فيها كاوتش جديد لسه راكب ميشلان. العربية الموتور بتاعها بحالة ممتازة، وآلات الجر بحالة ممتازة، والكورونا كمان ما فيهاش مشاكل. العربية بدون مشاكل أو ملاحظات، يعني اشتري ودور واشتغل وربنا يرزقك إن شاء الله، لأن العربية مش محتاجة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2009، وعلى فكرة متاح البيع بالتقسيط. سعر العربية 220,000 جنيه. سعر العربية 220,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-639-37312. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-639-37312. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش على اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.